افتتح الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف في أسوان مسجد العمدة بقرية بمبان، وهو واحد من أربعة مساجد تم افتتاحها، اثنان في مدينة إدفو ومسجد بنصر النوبة. حضر الافتتاح عدد من مشايخ المديرية والمواطنين، ووصل مجموع المساجد التي افتتحت في أسوان على مدار ثلاثة شهور الماضية 17 مسجداً. النهارده يمكن بنتشرف بافتتاح اربع مساجد في نفس اليوم، ومن ضمنهم المسجد بتاعنا النهارده، وان شاء الله يجعله ربنا في ميزان حسنات كل القائمين على العمل، هذا العمل الخيري، وان شاء الله نصره لهذا الدين ونصره للازهر الشريف ووزاره الاوقاف. الوزاره تعمل جاهده خلال الفتره اللي فاتت على تطوير جميع المساجد على مستوى الجمهوريه، وده ما بيدلش غير على اهتمام القيادة السياسية بالمؤسسات الدينية الكبيرة وعلى رأسهم الأزهر والأوقاف في جمهورية مصر العربية. قضية التجديد بقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قضية تهتم بها وزارة الأوقاف اهتماما بالغا، سواء التجديد من ناحية المبنى أو التجديد من ناحية المعنى. التجديد من ناحية المعنى عن طريق المؤلفات وتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة، والتجديد من ناحية المبنى مثل هذه المساجد التي تقوم وزارة الأوقاف على بنائها أو على الإشراف عليها، وهذا يؤكد دلالة واضحة وردا عمليا على الجماعات المتطرفة التي تتهم الدولة المصرية بأنها تخرب ولا تبني.